نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. شنا كوت ديفوار نيجيريا دارت مقابلة كبيرة وربحات. نهضروا شوية على ليكيب ناسيونال. نصير كيفاش شتي المنتخب الوطني المغربي في أولى مقابلة ديالو؟ المنتخب الوطني مزيانين كانوا. كانوا مزيانين صراحة، داروا مقابلة في المستوى. المنتخب الطنزاني ما تقريبا ما دارش فرصة، ما دارهاش. أنا كنتمناو إن شاء الله باش هاد المقابلة الجاية حتى هي يحققوا بها ثلاث نقاط، باش الدراري يستريحوا المقابلة الأخرى، باش يلقاهم زعما يكونوا اون فورم في المقابلة اللي من بعد، وما يحاولوا يبعدوا من الصفراش وحتى كيأثروا. بالنسبة لي أنايا وريد الركراكي ولا بن محمود ولا الصطاف كلهم اللي معاهم داروا واحد الخدمة اللي كبيرة للمنتخب. تقريبا إلى المغرب فيها واحد 40 مليون نسمة ولا 36 مليون نسمة، كلشي موافق هاد الاختيارات اللي دار وليد. أول مرة كلشي كيتطابق على هاد لاليست اللي مشات الكوب دافريك. شنا التوعات ديال عطية دخل الشيبي تا وأدى مقابلة في المستوى. هادشي اللي كيخلي المدربين كينجحوا، ما كيديرش الفرق ما بين هاد اللعاب ولا ما بين هاد اللعاب، اللي موجود وكيستاهل يدخل كيدخل. شنو كيفاش شتي المنتخب الوطني المغربي؟ لا انا من الاول براهن على وليد يقدر يعني الحاله اللي عملها، حاله الحب بين الفرقه ولم الفرقه حواليه يديك كل حاجه. بس انا كمان برفع له القبعه ان هو عارف قيمه افريقيا، عارف ازاي هو داخل ادغال صعبه جدا. فانا كنت بقول حتى في المباراه، او احنا عاوزين ضربات حره اخطاء قدام المنطقه، ان هم كانوا تنزانيا وقافلين ومقربين الخطوط، فضربات الاخطاء قدام المرمى هي حل من الحلول، ضربات الثابته حل من الحلول. فبداوا ياخد الاخطاء، زياج دخل تعمق، كمان وناحي خلقوا فرص ان هو ضربه ثابته. بعد ما احرزنا الهدف الاولاني، وكنت بحييه طبعا ان هو لعب الشيبي مكان اختيار قوي جدا في ناحيه اليسار. كنا كل شيء كيقول بان راه حكيمي اللي غيقدر، حيت ديجا لعب تما وديجا عنده اكسبيرونس، خلى القوه ديال ليكيب ناسيونال في الكوتي دروا تبقى الشيبي في الكوتي جوش. هادو هما اختيارات ديال المدرب. وجود الزلزولي كمان، وجود الزلزولي. بس كنت اتمنى ان اناحي واملاح يساعدوه. يعني اللي عمله اناحي مع عدلي لما نزل، المفروض كان يتعامل من اول المباراه مع زلزولي مسنده، هاتوا خد يعني ازاي نضرب الدفاع، هاتوا خد هيبقى في المنطقه. واستغلال اخطاء تنزانيا، انا كنت بقول وانا بحلل المباراه، قلت هم هيخطئوا، نصبر، هيخطئوا ومش هيتحملوا الضغط. احنا لعبنا بهدوء وباريحيه، ما فيش مجهود كبير بذلناه، ولكن بذكاء لعيبه. وخلاف كده كمان انا بحييه ان هو عمل تغييرات، التغييرات ديت لازم استغل الخمس تغييرات واريح اللعيبه، ان انت قدامك مشوار عشان توصل للبطوله وترفع الكاس، قدامك شهر. فايه اللي كانت المشكله عادل اللي بتقابل المغرب طوالي، ان احنا بنبدا قويين والعامل البدني في الطقس يعني الزفت اللي احنا شايفينه ده كيرجع ينزل. وكمان ايه، اي مدرب كان بيجي بلعبك 16 لعيب 14 لعيب ما بيدورش اللعيب. عشان كده المغرب كان في دور الثمانيه، في دور الاربعه ما تلاقوهوش، ان المجهود البدني حتى في مباراه مصر في الكاميرون يعني ما كانش. لا المباراه هذيك صدق عليكم واحد اعطاكم كادو طلع فيكم مصريين كلهم راجعين، قال اجي اش غندير اش غندير، نخرج هو نخرج المغرب، نخرج خرج بوفال، خرج بوفال اصاحبي في 65 عرفتي 120 من يقولوا الله يرحم لك الوالدين، سيريا واحد بغينا الكردع، خرج بوفال في 65. هو دي بقى وصحاب هو ده مدرب سميتو رحيمي رحيمي دخل زين. هو ده اللي انا بقول احنا يا ولينا مدرب على باب الله، على باب الله الله يلعب. يعني خصكم تعطيو بريم ديال هذاك الماتش. ده انا قلت له المفروض ما يرجعش من الكامر مع برا، والله العظيم ارضت الوالدين والله الا دار معاكم. فهو فقرايه هي دي بقى، المغرب بيطلع ويبدا ينزل بعكس مصر، هي نازله وتطلع
هي دي الفرق ازاي تسير البطوله. هو هو قالها قالها في تصريح، احنا البلد الوحيده اللي خدت 7 بطولات هي مصر، هنمشي عليه. هو دارس هو رايح فين. وكان في اريحيه حتى لما اللعيبه بدات تريح، وفي اول 20 دقيقه بدا يقف على الخط ويفيقهم. هو راه ماشي قال، هو راه ماشي قال المنتخب المصري واخد 7 ديال الالقاب احنا غنمشيو. لا انا كنصريح، لا لا زعما الفكر اللي عنده ماشي غير شوف الطريقه ديالو، مش طريقه يعني هو اللي عارف باش كيدير تسير البطوله. لا هو شوف شوف شي وليد، انا دس معاه، وخصك تعرف المساعد اللي معاه بن محمود. لا الاثنين المساعد اللي معاه راه رزين. ايوه ما هي دي مهمه لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، وحكيم بزاف كيفاش كياخذ القرارات. لا هو شوف لا وليد لا بن محمود. يا كابتن خلينا نكمل لك. شوف تفضل. شوف هو غير قال ذاك التصريح، اما هما عارفين اش كيديروا، عارفين الطريقه باش، عارفين الطريقه باش غيلعبوا، عارفين اش كيديروا، عارفين رايح فين. شوف ما غيتسناو حتى شي واحد لا غيقول لهم اش غيديروا، ما غيتسناو حتى شي واحد ياخذوا قدوه اللي غادي يمشيو عليه. القصه مش قصه. شوف راه السيد راه وصل ديما الفينال. معنى الكلام اللي هو عاوز يقوله، يعني مصر عارفه من اين تاكل الكتف. وي 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 هو معنى كده. فهو عارف هو رايح فين، وادغال افريقيا هتبقى في صعوبتها فين. فهو بالتالي انا بقول له حيته ان هو غير خمس تغييرات. وانت عارف وليد الكراكي بالله راه لعب مع الفتح في الافريق، ولعب مع الوداد في الافريق، ومع التوصي وهو كان لعب لعب في الافريق 2004 بن محمود اللي معاه حتى هو لعب في الافريق. ما دي ميزات. هو عارف، فهو المدرب ما يكون دارس هو رايح اي معترك واي بطوله. شوف هو عارف هو رايح فين. شوف اي مدرب يقول ما تقلع الطياره اكيد جميع الاحتمالات عنده. بتاعنا ما عملش احتمالات. شوف وانت شايف كان لا شوف انا اللي كيبان لي. شوف انا الدور معاه. شوف اخضر الدور معاه بتصميم اللعيبه بوقفه اللعيبه. شوف انا كيبان لي المنتخب المصري كيلعب على لعاب منتخب مصري. محمد صلاح بقاله هذه واحد 5 أو 6 سنين والمنتخب المصري كامل كيرجع للور. خلينا نكمل لك اهضر. منتخب مصري كامل كيرجع للور يطيح البلوك، كياخذوا الكره كيضربوها لصلاح، كيجري بها صلاح البلوك كيتبعوا، تماركات ما تماركاش كيرجعوا ديفونديو ثاني. هذه الواقع. هذا كيريكيبيريو البالو ثاني كيضربوها صلاح طويله، كيجري صلاح تماركات ما تماركاش ماركات. ولكن كانت مخرجاهم انك كان صلاح. دابا جا هذا المدرب جا هذا المدرب قال لهم لا خرجوا نلعبوا ملي خرجتي تلعب راه تماركيو عليك. واش عمر ميسا تماركي على الماتش الاول جوج والماتش الثاني جوج؟ لا والو ما يمكنش. وهذا بحسب ليا دابا حسب ليا شحال كنت تماركي عليه. تابيت وما ماركا وتابيت وجاو الفينال. حيث المنظومه الدفاعيه المصريه قويه. صافي قوي الان كيف قلنا المدرب بفكر اخر مع المدرب. احنا ربحنا ضرب يتسوق حتى واحد المدرب عادي. اخويا شوف شي هذا المدرب الا كان الفورماسيون اللي دوز والقرايه اللي دوز ما يتسوق حتى واحد. غيجي غير امن بداك الشيء ديالو. غيجي غير يحطوا خيط. هو المدرب ميزته في ايه؟ في التشكيل، في قرايه الملعب، في التغييرات. لو هو مش عارف يعمل الثلاثه دول ما يدربش، يدير الهوند ولا يدير الفولي. لا هو مش موفق. احنا ما بنلغيش تاريخه لو هو درب. وكده المشكله طاح في المنتخب. لا المشكله طاح في المنتخب المصري. شنو هو المشكله طاح فيه؟ هما هاد الناس اللي مشاو جابوا هاد المدرب اللي بغاو يجيبوه تفرجوا فيه وشافوا الطريقه ديال اللعب ديالو اللي كيدير هاد التقنيه اللي عندكم اللي مشاو جلسوا. لا انا اختر نكمل. كانوا قبل ما يجيبوه يشوفوا اللعابه اللي عندهم في المنتخب المصري واش غادي يتماشاو مع العقليه ديال ذاك المدرب ومع الطريقه ديال اللعب ديالو. هو المدرب ما بيتغيرش فكر، هو التدريب ما بيتطورش يا كابتن، بيتطور. انا 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 المدرب الذكي ان انا شوف عندي الكواليتي. المدرب الذكي هو وليد عرف يطور من الفريق ديالو. دار بون توش مزيان وازن من هنا جاب من هنا. كواليتي اللعيبه ايه الطريقه اللي تناسبهم؟ مش انا الطريقه اللي تناسبني انا اخلي اللعيبه اللي عندي. اللعيبه اللي عندي. ولكن دابا هذا المدرب هذا من اللي جا، هذا المدرب دابا من اللي جا بان ليه هذا السيستم ديال غيبقى مطيح البلوك اللور ويبقاو يشدوها يلعبوها صلاح بانت ليه ما خداماش وما غاتشيل الكوش. قال انا بغيت نلعب الكوره. جبت لعب الكوره خرج يلعب الكوره خدا جوج. خرج يلعب الكوره خدا جوج خدا جوج. شتي الاخرات سمحوا لي شتي خرج يلعب الكوره في الماتش الثالث يقدر ياخذ ثلاثة واخا ما عندوش كاليتي ديال اللعابة
اللي غيبريسي ويريكيبيري. واخا نقراو بعض الاس ام اس ديال المجتمع الاوفياء ديالنا.